صندوق مصر السيادي دور رائد لتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وعليه، فإن قدرة الصندوق على جذب المستثمرين وآليات عمله تؤدي إلى تعزيز الأصول المملوكة للدولة من دون مزاحمة القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مصادر تمويلية كبيرة ويعمل على خفض تكلفة تأسيس المشروعات في ظل التنافس بين المستثمرين، كما يخلق فرصاً كبيرة لتوطين عدد من الصناعات وتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الأجل المتوسط والطويل. كما يعمل صندوق مصر السيادي في العديد من القطاعات الأخرى والتي تتضمن الخدمات المصرفية والخدمات المالية غير المصرفية والزراعة والإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والنقل والتخزين، بالإضافة إلى إدارة المخلفات والوقود الأخضر والطاقة المتجددة في إطار توجه الصندوق إلى مشروعات الاقتصاد الأخضر التزاما بمسؤولية صندوق مصر السيادي نحو التنمية المستدامة. من جانب آخر، يعمل الصندوق ومن خلال شراكاته مع القطاع الخاص على دعم عدد من القطاعات الاجتماعية بالغة الأهمية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، وفق شراكات يقوم بمقتضيها صندوق مصر السيادي بإبرام عقود شراكات مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاعي التعليم والصحة، في ظل جهود الصندوق في استغلال الأصول المنقولة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية عالية الجودة. كما يلعب صندوق مصر السيادي دوراً مهماً على صعيد تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول بما يتماشى مع أهداف الصندوق في جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال مشروعات تعظيم العائد للأجيال المقبلة.